مثل ما فهمت من ابي، ماري املتها مثل هبوب الريح بالسوق. ايه ومقوس على ابي بديوان الزعامه بحضور كل العداوات. لعم شو هالحكي هذا؟ ايه والله. طيب ما عرفتوا شو دوافعه وشو غايته وليش عمل هالعمله؟ يبدو قاصد ابي من هالسيره. ايوه وشو عرفكم انه المقصود ابوكي؟ طالما القصه صارت باول جمعه لابي بديوان الزعامه مع العداوات. واذا يعني ممكن تكون القصه كلياتها بالصدفه؟ الواضح انه مقصود بوجود ابي. والله شايف لك يا مريم لازم تشتغلي دركي. وحتى عمي حمزه كان عم بيقول انه الواضح انه ابي هو المقصود. ما بيهمني عمك حمزه كيف بيفسر الامور، ما في دليل كافي يثبت انه هي الفعله صارت ضد ابوكي يا مريم. هلا بدك تحقق معي حسان؟ شايفه؟ شايفك كيف صاير عصبية معي؟ بكل الأحوال في مختصين بيلاحقوا المشاكل بالحارة. بعرف هالشي والله بعرف. المهم تفضلي. والله ما أدري هذا الشي. شو يعني؟ يعني رح تسافري؟ حسان بدك تضل تحرجني؟ ابدا مريم، انا ما بدي احرجك، بس مفترض انه انتي مرتي، ومفترض كمان تهتمي لامر وظيفتي. بترجاك يا حسان، حكينا كثير بهالموضوع، مشان الله خلاص. شو صار لك يا مريم؟ لك شو اللي غيرك؟ ليش قلة الاهتمام هي؟ تعبت. يا ربي دخيلك شو وترني طلعت لهم، بتقول هي وصابتهم؟ يا ربي شو صار لهم؟ عمي انا مع مريم بكل كلمه عم تقولها، وكتير متضايق على اللي صابكم. ما اصلا اللي صابكم يا جماعه صابني، بس يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار الحاح المسؤولين علي للالتحاق بهالدوره. صح يا جماعه ولا انا غلطان؟ لا لا صح، عداك العيب عمي ولا يهمك. أنا بحكي مع مريم وبحل الموضوع بمعرفتي. يا عمي يعني لولا ضرورة التحائي بهي الدورة ما كنت فكرت بالسفر، يعني كنت أجلته على الأقل. يعني لبين ما تبين حقيقة الفاعل وساعتها منسافر أنا ومريم، مطمئنين عليكم على الحارة. بصير خير بصير خير عمي، وما رح تكون إلا رضيان. وحكيت لها وهي رح أرجع أحكي قدامك عمي، في حال المخفر تعسر بالكشف عن حقيقة الفاعل أنا بنفسي رح أقي بهذا الموضوع. إن شاء الله إن شاء الله. يعني فيا ريت انت ومرت عمي تقعدوا معها، بركي بتقنعوها باسرع وقت ممكن. اكيد اكيد، صغيره لك عمي صغيره. ولا يهمك تقبرني، انا وابوها رح نحكي معها وان شاء الله ما بصير الا مثل ما بدك. صحيح عمي، شو قصه المشكله امبارح صايره على ديوان الزعامه؟ شغله بتحط العقل بالكف. اهلين صباح النور. اهلين صاحبه. يوه سهلي، ليش مريم مو معك؟ لا ما في شيء، صحيت الصبح كان عندي شويه شغل ما فيقت خليت انام. على كل حال اهلا. شو يا بنات بدنا نفطر سهرنا ولا ما؟ لا يا عمي والله ما في داعي، شو جاي جاي يا صدري ولا ما بصير. اطير معي خلص. كتر خير الله يحميه ويستره يا رب. شكلك كبرانة بين اختك وسهرتك صالحة. شو عرفك؟ مبينة طول عمرها بتجي رجلة على رجلة، ايش معنى هالمرة؟ ايه بكون مشان موضوع السفر. اكيد سافر معه هي الثانية، شو بصير لها يعني؟ يوه بده يضل غليان قلبه علينا وعلى ابوك وعلى الحارة. بس والله هو كمان معه حال، حابب مرته تسافر معه. ما بتعرفيها لاختك مريم حنونة؟ صفي لي البنات وقبريني. على حلو يعني ما عرفتوا من مال الشام اذا صاير بيناتهم شيء، متخانقين متزعلين مثلا؟ والله تقبرني لحنا سالناها وقالت من يوم يومهم مثل السمنه على العسل، وهيك فجأة اختفى وما عاد بين. غريب. على كل حال اللي بيجي من رب العالمين يا محلا. بس عمي احنا لازم نعرف طلال وينه، شو مشكلته، شو اسباب غيابه، ضروري. معك حق، لذلك هلا حمزه مكتور الخير هو عم بيدور عليه، وان شاء الله لما نعثر عليه بنعرف شو وجعه. ان شاء الله خير. الله يسعدني هالصباح الحلو. صباح النور فاطمة عبدو. شو وين حسان؟ مالك شايفته؟ طلع من بكي. شو الحكي؟ اي نعم. طيب لوين راح؟ ما حكى. وهيك بيطلع بدون ما يقلي او يصبح حاله؟
هو ما حب يضايقك ويفيقك من نومك. انت برايك هيك ما ضايقني يعني؟ بدك تطولي بالك شوي. اذا مفكر حاله رح يقنعني سافر معه بهي الطريقه بيكون غلطان. لا ايوه، حسان بحبك وعنده اياكي بالدنيا كلياتها. والله مو مبين هالشي، ليكو من اول قصه اختلفنا عليها صار بده يخصبني اعمل شغلات ما لي مقتنعه فيها. لا ايوه، هو بحبك وبيريدك من صماصيم قلبه، وكمان انت تقبريني، لا تكبري هالسيره اكثر من اللزوم. بس انا والله ما فيني اترك اهلي بهالظروف هي والله. هلا الحكي بيناتنا، هو مو جاي على باله كل هالسفره، لو مو كل يوم والتاني عم تجي رسائل. هلا رح نرجع لنفس السيره خالتي. لا هو شرب القهوه ولا هي شربت القهوه، شو صاير لهم يا ربي؟ هذا انت يا ابو يحيى؟ ايش وغريبه ان يكون انا ام عبدو؟ لا مو غريبه، بس الغريبه انك رجعت بدون حسان. السيد حسان ببيت عمه ابو طالب، بعتني اخذ الست مريم لعنده. معناتها اكيد مشان يحلوا موضوع السفر. ايه اكيد، بس بيني وبيني وش السيد حسان ما بيتفسر، مخفوق خفق. الله يستر. امين يا رب العالمين. فوتي فوتي خليها تحضر حالها مشان اخذها. بدي منها خدمه ابو يحيى، الله يخليك. احكي مع الست مريم وانت اخذها لهنيك، الله يخليك وخليها يعني طيب خاطرها. ايه خلاص راح احاول. لا مو تحاول، بدك تحكي معها اكيد. خلاص مشي، فوتي فوتي خليها تحضر حالها. يلا طيب. تفضلوا يا ابي، الفطور صار جاهز. تفضل سهري. تفضل. اهلا وسهلا. شرفت تقبلي. شرف عوضي. اهلا وسهلا. يعني عزبتوا حالكم يا جماعه. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. يا الله. تفضل. ميت اهلين وسهلا. تفضل. صباح الخير. ليه تهويني؟ صباح الخير. الله يسامحك ابن عمي، انت هون وانا مشغول بالي عليك. ايه ما قبل يحط لنا بتمه قبل ما تجي. يلا يلا الله يرضى عليك. اهلين تقبريني. الله يرضى عليك. يلا ارتي عادي هلا عادي هون تقبريني قدام جوزك عادي. لك كيف بنقعد وبنفطر كلياتنا بدون طالب شيخ الشباب؟ انا فايته ناديله. طالب نايم يا بي، خلص خليه مرتاح، بس يفيق اخواتك بفطروه. عادي بدي احكي معك. هلا كلنا بنعرف يا بي مريم انه طاعه المراه لجوزها من طاعه رب العالمين عز وجل. مزبوط؟ ايه يا بي مزبوط. طب ليش ما عم تطيعي جوزك على سنه الله ورسوله؟ انا يا بي؟ ايه وليش عم تقوليها وكأنك مستغربة؟ ايه انت؟ انا رح افتح. حاشا وكلا ما طيع جوزي بما امر الله ورسوله الكريم. بس يا بي انت برأيك مو لازم تكون الطاعة على حسب القدرة والظروف؟ يعني يا بي انت جنابك بتقبل انا اروح على مصر وقلبي وعقلي كله هون عندكم؟ هيك يا مريم. يا بي الشيخ بلال المختار بده ياخذ الموضوع ضروري. يلا يلا رجع لكم كمل فيكم. يلا دايما يلا صحة وهنا تقبلني. صحة وهنا. أكلت شي صغري؟ لا إن شاء الله دايما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلين وسهلين. أهلين أهلين. الله يصبحك بأنوار النبي العربي. أنتم بألف خير يا سيدنا، شرف. تفضل. لا 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 ما في داعي مين، ما في داعي. لأنه أخونا مرات أغا بعث لنا خبر لأمر ضروري وعاجل وعم يستنانا عنده بالبيت. وهلا بنعرف انه شو الموضوع. خير خير ان شاء الله خير. دقيقتين بس. يلا عم استناك. تفضل اذنك معك. سيادة طمنونا ان شاء الله نعرف اللي قوص على ديوان الزعامة. يا ابني الدنيا خلقت بسبعة ايام الا نعرف. بس الخلايق مشغول بالها كثير يا سيدنا. اي والله. ان شاء الله بصير خير بصير خير، ما في شيء بيتخبى لك ابني. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يلا بالاذن. الله معكم. السلام عليكم. الله معكم. هوني. هي صور لطفي جو بيناتهم لبين ما ارجع عليه يرضى عليك. بس والله مو حلوه هيك تترك سهري لحاله وتروح. لك سهرنا من اهل البيت شو بنا؟ يعني ما فيك شوي تأجر روحتك مع الجماعة لبين ما تفهم شو المشكلة اللي بين مريم وجوزها وتحلها بعدين تروح؟ لك يا مطالب العضوات برا عم يستنوني. لو الشغلة مانا مهمة متعلقة بحادثة امبارح مراد أغا ما كان بعت ورانا. طيب مثل ما بدك تقبرني. قليك تعي نستعجل منه. تفضل. تعرف مين هذا اللي ركب بالسيارة؟ هذا السيد حسان صورة الأبطال. روح السيارة.
السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفكم؟ شو أخباركم؟ ألف الحمد لله مناح. وطالب شيخ الشباب كيف صار؟ ماشي حاله منيح، يعني عدت كوساية يومين ثلاثة بيرجع على المدرسة. يو والله أحلى خبرية بسمع بحياتي. الله الله من عنده نجالكم يا. بيني وبينك أنا من وقت اللي شفتك وأنتي سكر ودبتي بقلبي بأدبك وأخلاقك وتربيتك. تسلمي، هاد من ذوقك. وبيني وبينك كمان في تحت إيدي عريس، لقطة وابن عيلة. أنا متجوزة لمعاد خانم؟ يو كيف متجوزة؟ ما مبين عليكي؟ لك لكن وصلي زمان كمان. معلش، لكن ليش كل ما بيجي لعند أهلك بلاقيكي عنده؟ تقبريني حبيبتي، اعتبريني مثل أمك واحكي لي، فضفتي لي. بصراحة في مشاكل بيني وبينه. قل أعوذ برب الفلق. من شو المشاكل تقبريني؟ هيك فجأة اختفى، ما عاد بين. اختفى؟ يو اي نعم. كأمي الله يرضى عليك يا حبيبتي. مو بصير تحكي مع جوزك بهالعناد وهالجقارة هي. بس امي انتي ما شفتي كيف مصر ياخذني معه ونحن بهذا الوضع الصعب؟ لو كان مين ولو كان بضل جوزك لازم تسمعي كلمته والله يرضى عليك. يا امي والله ما بعرف، بس انا كمان الي رأي بهذا الموضوع. معلش، امك واختك عم يحكوا عن سهرك اللي هلا طلع برات البيت معه؟ لا. لا تقولي لي كمان متخانقين؟ شوي يعني. وليش بقى؟ لأنه هو بده يطلع على مصر وهي مو راضية يعني تطلع معه. لك حبيبتي حدا بصح له يطلع يشوف بلاد برا وبيقول لها؟ بصراحة هنن كانوا مسافرين من تاني يوم الحادث، بس أنتي شفتي كيف أختي تصاوب؟ قام أجلت السفرة. إيه؟ إيه، وقام أختي من خوفها من جراير الحادث بطلت تروح، وقام بعدين إجت حادثة الديوان تبع الزعامة خلاها تعنت أكثر وأكثر. يو إيه والله، بس هي قصص عادية وبتصير بكل مكان. ما بعرف، تفضلي. أنا بدوري راح أطلب من المحافظة زيادة عناصر المخفر، وبالتالي راح نسير دوريات ونضع عناصر بكل مداخل الحارة. يا ريت يا حمدي أفندي، بالوقت الحاضر هذا المطلوب. إيه بس يا أفندي، هذا الشيء لازم يصير بسرعة. أكيد أكيد يا أبو عدنان. منشان نحل مشاكل الحارة وهموم الناس. بصير خير يا شيخ بلال. على بركة الله. تفضل. احترامي سيدي. اي والله والله ضل بالي مشغول عن شيخ الشباب طارق، قلت بيجي وبتطمن عليه. ما يشغلك بال على محبنا ما تخلص. الله يسلمك. تسلمي حبيبتي. يلا نحن رح نعمل القهوة، خليها حلوة مثلكم حبيباتي. تسلمي. بدي اقول طارق، قلت كمان جيب لكم هالمرهم. نصحوني فيه كثير وقالوا لي انه بيدمن الجروح والحروق بسرعه. طبعا الله الشافي المعافي. الله يسلم هالايدين تقبريني. والله ما كان بدي اياك تعذبي حالك. وبعدين شيخ الشباب طالب يخز العين حوله وحواليه، صار مثل الحصان. الحمد لله رب العالمين، فضل علينا بعدي اسمه. تعا طالب تعا تقبرني نقعد على المجرح. ايو ايو على مريم خانم هي واكابريتها. إيه والله والله بناتك بنشربوا مع المي العكرة. إن شاء الله إلهي بتفرحي بولاد وبلادك. بحضورك وبوجودك أختي أم طالب. والسامعين إلهي. ما قلتي لي أختي أم طالب؟ تفضلي تقبريني. شو اللي عم بيصير وشو هاد اللي عم نسمعه؟ أني من نون. يو على قواس اللي صار على ديوان الزعامة. عجبك تقبريني؟ عجبك على هالطرنة؟ أي والله، بس بيني وبينك شايفت لك هالمخفر هو ولده. اي والله تقبريني، الله يسلم هالتم، والله مثل قلته. اخ منك يا معلم الشام، والله ما تعرف مريم، انك حكيتي لمعاد خانم عن مشكلتها هي وجوزها لا تسمع منك. يا اختي شو بدي اعمل؟ سمعت اصواتهم هالمرة بعدين اضطريت. حبيبتي حتى لو اضطريتي، هي اسرار بيوت ما بيصير تطلع لبرا. هلا هاد اللي صار. بعدين لمعاد خانم مو غريبة، واحدة من أهل البيت صارت. غريبة ولا قريبة؟ هاي أسرار خاصة ما بيصير تطلع لبرا. أختي خلاص، أنتي خلي هاد الحديث بيني وبينك وما في داعي أمك وأختك تدرى. ماشي؟ ماشي. شو بدي أقلك صالحة؟ خير؟ على لمعاد خانم فكرتني مو متجوزة، وعلى حواليها عريس لقطة كمان. وأنتي شو قلتي لها؟ قلت لها إني متجوزة لكن يو؟ ما شاء الله كمان قلتي لها عن مشكلتك أنتي وجوزك وإنه ما بتعرفي وين أراضي؟ قلت لها اضطريت. لا مو معقولة، انتي ما بتنبلي الفولة بتمك؟ الحارة كلها صارت تعرف بسيرتي، وقفت على معاد خانو. خلص تصطفلي اختي. شو بدي اقول لك صالحة؟ احكي. وين بده يكون غلط الطلاق؟ الله اعلم. خفيها خفيها خلصينا.